السلام عليكم، صباح الخير يا طوب دعم وفاء، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نصاوب معكم فستان ديال بنيتات العمر ديالهم 2 سنوات. هنا عندي نص متر ديال الثوب. بالنسبه للثوب ديال الخيط غادي نتني الثوب هكا على 2 وغادي نتني على 4 بهذه الطريقه. هذه في العنق تخص 5 سنتيم، وفي الكتف عندي 12 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطة 13 سنتيم. في الكتف غادي نزيد بجوج سنتيم وغادي نطرسي هكا الخط ديال الكتف. في الكتف نزلت بواحد سنتيم. هنا في الطول ديال التركيز درت 14 سنتيم. في العرض ديال الصدر درت 15 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطة 16 سنتيم. وغادي ننزل بالطول ديال الحزام 22 سنتيم. في الحزام درت 14 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطة 15 سنتيم. وهنا غادي ننزل ب 7 سنتيم بحال هكا. غادي نطرس هذا الخيط وغادي نحيد هذه القطعه. هذه ممكن في الاول تفصلوا بهذه الطريقه، هذه بلا ما تطرسوا هكا الدوره ديال العنق، الدوره ديال هكا القياس ديال الكتف تفصلوها من الاول بحال هكا. هنا غادي ناخذ هذه القطعه هذه غادي نتني هكا على 4 بحال هكا. غادي ندير نفس القياس اللي عندي في الحزام، وهنا زدت عليه 10 سنتيم ديال الكشكشة. وفي الطول ديال القطعة هادي درت فيها 39 سنتيم. ممكن تنقصوا في الطول ولا تزيدوا في الطول، بالنسبة للطول كيبقى على حسب الاختيار. وغادي نحل هاد القطعة هادي من هاد الجهة. بحال هكا غادي يجي الشكل ديالها. غادي ناخذ هذه القطعه هذه ديال الثوب وغادي نفصل منها جوج ديال السميطات اللي غادي نديرو بهم في هكا كيجيونا على الكتف. في العرض ديالهم درت 4 سنتيم، وفي الطول حتى نخيطوهم وغادي نديرو القياس اللي غادي يجينا مناسب. هنايا غادي نفصل هكا واحد الشريط اللي غادي نفيني به القطعه ديال الامام والقطعه ديال الخلف. صافي غادي ندوزو للخياطه. هنايا اول حاجه غادي ناخذ هذا الشريط هذا وغادي نفيليو هكا الدوره ديال التركيز. هنا هذا الشريط هذا في العرض ديالو درت 2 سنتيم. وغادي نتني هكا واحد نص سنتيم وغادي نتني هكا واحد نص سنتيم المره الثانيه هكا على الوجه. فاش كنخيطوها كنخيطوها من الداخل، فاش نبغيو نفينوها كنفينوها هكا على الوجه. وبنفس الطريقه غادي نديروها في هذه الجهه هذه بحال هكا. غادي نخيطوا هذا الشريط من الداخل، فاش نبغيو نفينيو غادي نفينيو على الوجه.
بحال هكا كيجي الشكل ديالها. غادي ناخذ هذه القطعه هذه، غادي ندير غرزه خمسة وغادي نخيط هكا بعد نص سنتيم. هنا ما درت السورجي البياسه حتى نسالي عاد ندير لها السورجي. هنا غادي نجر هذا الخيط بحال هكا وغادي ندير القياس اللي عندي في الحزام بحال هكا الكشكشه. بحال هكا وغادي نخيط بعد سنتيم. بحال هكا كيجي الشكل ديالها. وغادي ناخذ القطع ديال الخلف بنفس الطريقه، صوبتها كما صوبت معكم القطع ديال الامام، وغادي نجي لهنا الدورة ديال التركيز وغادي نجمع البياسة. صافي، من بعد ما جمعت البياسه غادي نديروا العطفه من الاسفل، غادي نتني سنتيم وغادي نتني سنتيم المره الثانيه وغادي ندير العطفه من الاسفل. بحال هكا كيجي الشكل ديالها بعد ما ساليتها بالخياطه بحال هكا. صافي، غادي ناخذ هذا الشريط هذا ديال الثوب، غادي نتني هكا واحد نص سنتيم من الجوانب بحال هكا وغادي نخيطها. من بعد ما خيطتها غادي نتني هكا على اثنان بحال هكا، وغادي ندير في الطول ديالها 20 سنتيم. الا جاتكم هاد الطول هذا شويه طويل كتنقصوا فيها ديروا هكا غير 18 سنتيم ولا 19 سنتيم. وغادي نخيط هاد الشريط هاد الجهه دي غادي نخيطها في القطعه ديال الامام، وهاد الشريط هذا غادي نخيطو هكا في القطعه ديال الخلف، ونفس الطريقه غادي نديروها للشريط الثاني. واحد الجهه كنخيطوها في القطعه ديال الخلف وواحد الجهه كنخيطوها في القطعه ديال الامام. هكا فاش كتلبس كيجي هكا هاد الشريطين هذا ديال الثوب هكا مشكلين في اللبسه. وكان هذا هو الشكل النهائي. بحال هكا كيجي الفستان، كيجي الشكل ديالو رائع، وبحال هكا كيجيو هاد السميطات مشكلين بحال هكا كتجي في اللبسه. وكان البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون من الاعجاب ديالكم، استفدتوا فيه ما تنساوش تشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، تخليوا لي جيم التعليق ديالكم، تلقاو فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.